اليوم انطلاق مهرجان البصرة الزراعي للتسوق برعاية شركة مجموعة الفارس المتحدة للخدمات الزراعية. المهرجان يستهدف توفير مجموعة من الأشجار المقاومة لأجواء محافظة البصرة، المقاومة لملوحة الماء والمقاومة لدرجات الحرارة العالية. أشجار انتجت محليا، يعني أحد الصفات أنها منتجة محليا. المهرجان مدعوم من قبل حكومة البصرة المحلية ومديرية بلدية البصرة، كذلك الأخوة في منظمات المجتمع المدني، الكل اشترك، ولكن الشركة دعمت الأشجار بتخفيض تقريبا 50 إلى 60% من أسعار الأشجار. الأشجار أسعار 3000 دينار تباع بالمشاتل والأسواق الزراعية، سوف تباع داخل الحملة أو داخل السوق الزراعي ب 1500 دينار، أشجار 1000 دينار وأشجار 500 دينار. كل هذا يأتي ضمن الجهود الحكومية والاجتماعية الداعمة لزيادة المساحات الخضراء في البصرة ودعم الزراعة والمزارعين في البصرة ودعم المواطنين لتشجيعهم على زيادة الأشجار داخل الحدائق العامة والحدائق الخاصة. مدة المهرجان هي 30 يوم من 1/10 إلى 30/10 إن شاء الله. راح يكون مفتوح طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 مساء. نستقبل كل دوائر الدولة والمحافظات، يعني ليس فقط محافظة البصرة وإن كل المحافظات هم مدعوين أو معنيين بالحضور للمهرجان وشراء النباتات للزراعة والمزارع. حقيقة اليوم هو اليوم الافتتاح الرسمي الأول للمهرجان التسويقي، وكان حضور جيد جدا، حضور يعني الأهالي كان مفرح ودعمهم وشراهم للنباتات كان مفرح وجيد جدا. طبعا الحملة احنا اليوم انا مدعوة كممثل عن مديرية زراعة البصرة للحملة اللي اطلقتها شركة الفارس، حملة جدا جميلة وتزامنا مع الحملة التسجيل اللي اطلقتها محافظة البصرة. طبعا يا ريت المشاتل كلها تحدي حدوهم بهاي المبادرة الجميلة، ان الشتلات اسعارها مدعومة واسعارها جدا رخيصة، حجم الشتلات مناسب، وقت الزراعة حاليا وقت مناسب، ويا ريت ان ثقافة التشجير تنتشر في محافظة البصرة وترجع البصرة خضراء. مهرجان حلو وراقي يعني، وبالذات يعني الخضاء، يعني احنا نفتقد الخضار بالبصرة، يعني كل ما جاينا يصير تصحر للأزجة، هذا كان أبو الخصيب تدخل من بداية الإبراض أي على ما تنتهي للفاو كان خضراء، بس تدخل منا يعني للفاو تشوفها بس صحراء، كثرة الأمراض كثرة السرطانات، هاي المفروض هاي منا للناس هي أملية يعني سويها غابات. يعني أنا هاي الحسينية شوف مقابلك 7000 دينار اشتريت الشتلة هاي مال كف مريم، هسه لقيتها 1500 يعني. والله ان شاء الله خطوه خير ان شاء الله، يعني اسعار حلوه والنوعيات الجايبينها كلش حلوه ظاهر، ان شاء الله خطوه خير، مشروع حلو هم ان شاء الله، واحنا نحب يعني هالتطور والصغار، يا ريت يعني كل الناس بادر. شلون شفت الاسعار؟ والله حلوه الاسعار ما شاء الله، يعني فرق هواي عن السوق، ان شاء الله خير. والله هاي حملة احنا نشجعها وندعمها ان شاء الله، لان الخضره حلوه بصراحه، يعني المدينه تصير شجره وشوارع حلوه ان شاء الله وزاهيه. الخضار افضل شيء بالحياه، هسه احنا جونا مترب صراحه، يعني اكثر المصريين حساسيه عندهم، شنو السبب؟ من هاي الاتربه لا بها خضار لا بها زرع، المفروض احنا ندعم هذا الشيء، بس احنا نريدها مو شهر، تكون هاي الفتره طويله، اقل شيء 14 15، لان شهر ما تلحق الوادم صراحة، وأنا كودن هم ردبني لي بيت جديد لازم يعني يكون يخليها 14 15 كلش حلوة، بس ما شهر يا ما تلحق الوادي، يمتى تاخذ يمتى تنتي، يعني هسه أنا هيك جيت على وجه صراحة، عندي شغلة يم المهندس وجيت دخلت في هذا المشروع، مشروع ناجح كلش حلو، أريد أخوي هاي الحملة طولها 6 أشهر مو شهر واحد. يعني كودن تريد تسوي لك حديقة؟ لا مو كودن، لا هسه أنا على قولت هسه أشوف إقبال، أكو ناس هسه ما أدري، يعني جينا على وجهن، بس هاي من تطولها 5 أشهر أو 6 أشهر راح يصير عليها إقبال أكثر وأكثر، راح البصرة تصير تزهو بالخضار الحلو. واحنا نطلب مو بس من شداد فارس، نطلب من البلديه ونطلب من المحافظه ونطلب من كل مسؤول على هاي المبادره الحلوه.